إطار مواصلتها ملاحقة التنظيمات الإرهابية والتصدي لها، القوات العراقية تصد هجوما إرهابيا عبر الحدود السورية وتعتقل 41 إرهابيا، بينهم ما يسمى أمير تنظيم القاعدة في منطقة العيثاويين، وتعثر على 3 مخابئ أسلحة وعلى معمل كبير لتفخيخ السيارات وصناعة العبوات الناسفة. تواصل القوات المسلحة العراقية مواجهتها لعصابات تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية المتحالفة معه، ففي الوقت الذي صدت فيه قوات حرس الحدود هجوما مسلحا شنه إرهابيون ومهربون حاولوا التسلل من سوريا إلى العراق، تمكنت القوات الأمنية من اعتقال 41 إرهابيا بينهم ما يسمى بأمير تنظيم القاعدة في منطقة العيثاويين في الموصل والعثوري على 3 مخابئ للأسلحة ومعمل لتفخيخ وصنع العبوات. ففي الموصل أسفرت مداهمات الفرقة الثانية لأوكار القاعدة عن اعتقال 22 إرهابيا بينهم أمير منطقة العيثاويين لتنظيم القاعدة والعثور على مخبئين ضما عشرات القذائف والعبوات والقنابل اليدوية والصواعق ونظائد التفجير. وفي بغداد اعتقلت الفرقة 17 19 إرهابيا وعثرت على مخبئ احتوى على 32 قذيفة. وتمكنت شرطة محافظة ديالى من ضبط معمل كبير لتفخيخ السيارات وصناعة العبوات الناسفة في منطقة الباوية، وضم مئات العبوات وأجهزة التحكم عن بعد وكميات من مادتي C4 والTNT شديدة الانفجار وكرات حديدية للتشظي. أنا أحيي الجيش على هذه المواقف البطولية، والجيش هو الدرع الذي ممكن أن يقينا شر كل من يريد أن يعبث بأمن العراق، وهذه الخطوات خطوات مباركة نعم من اجل ان يعني نطرد او تطرد كل القوات وكل الدخلاء على العراق اللي يحاول ان يعثوا في الارض العراقيه فساد. وفي اشتباك مسلح صد اللواء 7 هجوما ارهابيا على مقره في منطقه حيسومر في الموصل، شنه 5 انتحاريين يرتدون احزمه ناسفه، وتمكن من قتلهم جميعا بينما استشهد جندي واحد وأصيب 4 آخرون بجروح. سيخيب كيد الإرهابيين مهما عملوا ومهما وصلتهم من إمدادات سواء من الخارج أو من تهريج في الداخل في توظيف إعلامي مشبوه. الجيش العراقي جيش مشرف لأي شخص وجيش يرفع الرأس، ومن حق أي شخص يفتخر بجيشه، وخصوصا الجيش العراقي جيش مهني يمتلك من القدرات الفنية والمهنية اللي تخلي الجميع راضي عنه. نادي العبيدي، التلفزيون العربي السوري، بغداد،